سيف على جباره اختصاص مسجل صوت. مسجل الصوت هو الجانب المقابل للكاميرا، جانب مقابل للصوره. دائما انا اقول الصوت هو احساس، احساس بالنفس، بحركه الاقدام، حتى بدقات القلب. دائما اقول للناس اللي تشتغلوا وياي انه انت لا تشوف، انت اسمع. من راح تسمع راح تعرف انه هاي الشخصيه وين راح تتجه. فيلم 90 يوم كان دوري مسجل صوت، اشتغلت ويا المخرج عطية الدراجي على كيفيه عزل الاصوات. كان فيلم تاريخ الفيلم 2006 واحنا نصور 2019، فشلون نقدر نعزل هاي الاصوات؟ اشتغلنا ويا الشخصيه البطله كتمارين كاداء صوت، قدرنا نوصل الاحساس انه احنا رجعنا ب 2006. من الصعوبات اللي تواجهها بالعمل انت تشتغل ويا مخرج محترف يمتلك اكثر من تجربه سينمائيه وعنده خلفيه عن الصوت، فيكون دقيق بعمله. اغلب الاشياء اللي سجلتها والمهمه انه انا بعد تسجيل الصوت لازم اسمعها له. رسالتي للمشاهد العراقي، اكو هواي افلام عراقيه وهواي الشباب تعبت بهاي الافلام، انا ادعوكم لمشاهدته. راح ناخذ الزاويه مال الصوت ولزمه البوم. هاي لزمه البوم، هاي المشترك عليه.